حركة يا أبطال، تعال شوف اللي سويت لكم اليوم. نعم، المحشي بالإير فراير بالقلاية الهوائية. شوفوا هذا المحشي شلون مدمس ورهيب. وخلونا النزلة هنا، أنا خليتي طبعا 3 خبزات، هو يعني في الطريقة جديدة شوي للمحشي بالإير فراير، لازم يتنزل تنزيل. نعم هذا المحشي، شوفوا شو رهيب ومكسب ومستوي وباللحم المثروم. واو، لا 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 لا، نظرة عن كثب. جربوه بالإير فراير. شوفوا يا الفلفل المحشية. واو، مو الحشوة. بعد حار. صارت رهيبة. نكشين الطعام. بستمتع صراحة هاي الكوساية حارة. شو الحرارة؟ بعد حارة. شوية اللحم الفوق نخفف منه. شنو هاي حميسة اللحم، لوم بصرة وترتيبه. شوفوا لي هالخبز يا اللحم نفسه. طعم تاريخي يا ناس الباذنجانة، انشويت واستويت. يا الله شلونكم بيها؟ وينهم عشاق التباسي والمحاشي وال... لا لا، هالشكل مو زين. حرارة جاي تضايقنا يا ناس، وما نريد احنا هالشكل. خبزة باذنجانة ولحم مثروم. الله تفضل. يا أخي هذا الخبز رهيب صراحة، طعمه مثل خبز التاكو يعني. فايف الفلفل صاير بيها مشوية شواء عدل. والله خلينا نجرب الخيار بالمحاشي. تخلونا ويا المحاشي انتو الخيار هالشكل، هاي التجربة خليه. يعني ما عجبني هالقد صراحة، أو طماطية ما عجبني هالقد. نقول لها الفلفل شلون مشوية صح، خفف من الحشوة شوي. واو، هنا الخبزة
يكون بهاي المنطقة. خبز رهيب صراحة، هم زين خليت جواها خبزات. لون بصرة من أصرة نخلص من عنده. خلي هنا بردان انا ما نستمتع بهاي السندويتش. او ما تصير سندويتش اخويا، ما تصير هالشكل. Mm.